يتميز الطرشي الموصلي بنكهته المرتبطة بتاريخ المدينة التي تشتهر بصناعة المخللات، إذ تختلف طريقة الموصليين بصناعته عن باقي مدن البلاد من ناحية مدة تخزينه ونكهته. الطرشي الموصلي نكهة مرتبطة بجذور مدينة الحدباء أم الربيعين التي تشتهر بإنتاج أجود أنواع الطرشي والمخللات على مستوى العراق، وهي من أساسيات مائدة الإفطار الموصلي في كل يوم، ولهذا تجد إقبال المواطنين عليه على مدار الأسبوع وخاصة مع بدء موسم الشتاء. والله أجي عند هذا المحل صار لي تقريبا شهرين، أجي أخذ من عنده وأمشي طرشي وخوش طرشي بنكهة طيبة واتعنى اجي من الكلك لهنا كل يومين والثالث اجي اخذ وامشي. قبل ما اروح للدوام بيوم يخبروني يقولوا لي ابراهيم لا تنسى الطرشي المصلاوي. فاني وين اداوم؟ اداوم بشهربان بعقوبه زين، فاودي لهم على 5 كيلوات على هذا ابو الكيلوين، فأشيل الصاغة مالتي وأروح لهم. وفي زيارتك لمدينة الموصل لابد من عودتك محملا بالطرشي لما يتميز به من جودة ومذاق مميز، وعادة ما يكون بتخليل الخضروات بأنواعها ولكيفية خزنه على مدى عام كامل مع البقاء على نكهتها وشكلها وطعمها. طريقة للموصليين تختلف عن المحافظات الأخرى. طرش الموصلي يمتاز بالنكهة والجودة والتوابل الخاصة عن طرش عندنا طرش العادي الأصفر والطرش المدبس وطرش الرمان. آخر أيام طلع طرش بالحامض حلو ما يسمى بالتمر هندي، وخلطتنا خاصة بهارات ومتبلات. وفي تاريخ الموصل محلات معروفة اشتهرت ببيع الطرشي وعلى مدى مئات السنوات، فهناك محلات طه ملك والسماك والطيبة والشفاء، ولا يزال الموصليون يتحدثون عن ذكرياتهم عن الطرشي الذي كانوا يشترونه من هذه المحلات التي اشتهر أصحابها بصنع المخللات. لا تفارق الطرشي والمخللة موائد مدينة الموصل الغذائية في الغداء والعشاء، وخصوصا عندما تتزين بالكبة الموصلية والبريان والمشويات. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل.